وثقت كاميرا سهيل لحظة استهداف طيران التحالف العربي للأوكار الحوثية جنوبي محافظة مأرب. وفي تصريح لقناة سهيل قال الشيخ عوض مثنى القيادي في المقاومة الشعبية بمأرب إن ضربات الجوية الدقيقة والمركزة التي شنها طيران التحالف العربي ساهمت في هزيمة الميليشيا الحوثية جنوبي المحافظة. فالجيش إن شاء الله تعالى متقدم والمقاومة بجنبها إن شاء الله تعالى مسنودين بقوات التحالف العربي ما آلت جهد. كان الطيران يقصف قصف مريع فيهم، قصف مركز وقصف بإذن الله مؤثر، مع ما سندونا به من ذخائر وعتاد ومشكورين جميعا. فالأمور إن شاء الله طيبة بإذن الله، ونبشركم ونبشر إخواننا اليمنيين في كل مكان بأن النصر قادم والنصر حاصل لا محالة بحول الله وقوته، ومعنويات الجيش تناطح السحاب. وهذا ما حبيت أن أوجزه لكم في هذه العجالة، وشكراً.